مادة الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي. إذا اليوم عندنا نموذج رقم 1 للفرض الرابع من الأسدس الثاني في مادة الرياضيات الخامسة ابتدائي. إذا الدروس اللي تطرقنا لها خلال الأسدس الثاني في المرحلة الرابعة، إذا هناك درس التناسبية، وحدة قياس المساحة، حساب المساحات، تناسبية السلم والسرعة، التكبير والتصغير، ثم الدائرة والقرص، حساب المساحات الجانبية والكلية، إزاحة الأشكال، التناسبية، النسبة المئوية، وحدة السعة، الترصيف، المسائل. إذا هذا الفرض يعني يشمل تقريبا جميع هذه الدروس. كل درس خدينا منه واحد التمرين. إذا نبدأ بالتمرين الأول وهو حول الإزاحة والتكبير والتصغير. إذا التمرين كيجمع جوج دروس. إذا السؤال الأول، أرسم تكبيرا للشكل التالي بمقدار مرتين. إذا هذا الشكل هذا، إذا باش نكبروه مرتين يعني كل ضلع خصنا نكبروه جوج مرات. إذا هنا عندنا جوج ديال التربيعات. إذا باش غنكبروه غادي ناخدو مثلا هذه النقطة هي نقطة الانطلاق. إذا عندي جوج ديال التربيعات، إذا باش غنكبرو خصني ربعة. إذا هنا عندي إذا هاد النقطة، إذا هاد الضلع هذا هو التكبير نتاعو. هاد الضلع هذا التكبير نتاعو غادي يكون جوج، دونك هادو هما جوج. ثم هاد الضلع غنكبرو جوج مرات يعني جوج ديال التربيعات. ثم هذا غادي نكبرو جوج مرات يعني جوج التربيعات. هذا فيه ثلاثة، إذا ثلاثة التربيعات، إذا غناخدو ستة، ثلاثة ستة. ثم هذا الضلع هذا هو قطر ديال المستطيل، إذا غادي يصبح قطر ديال جوج ديال أربعة هاد المستطيل. هذا مستطيل، إذا غادي تكون النقطة هذه هي الصورة نتاعها. إذا هذا هو الشكل المكبر مرتين ديال هذا الشكل ديالنا. السؤال الثاني، قم بإزاحة الشكل بالقرن التالي. إذا 10 على اليمين و2 نحو الأسفل. إذا غنبداو بهاد النقطة هذه. إذا هاد النقطة باش نديرو ليها الإزاحة 10 على اليمين، غادي نبداو من هنا وحنا كنحسبو 2 4 6 8 10. إذا هادي 10 نحو اليمين، ثم 2 نحو الأسفل، غنهبطو لتحت بجوج. إذا هاد النقطة هذه هي الصورة نتاعها بهذه الإزاحة. هذه النقطة عندنا غنمشيو 10 إلى اليمين، دونك 2 4 6 8 10، ثم 2 نحو الأسفل. إذا هذه تكون هذه هي النقطة المزاحة. إذا هذه غادي تكون هذه هي الصورة نتاعها. دابا غيبان لينا الشكل من هنا، غادي نحددو جميع النقاط دابا بلا ما نحسبو، لأن كيبان لأن الإزاحة لا تحتفظ بنفس القياس، ماشي بحال التكبير والتصغير، وبالتالي نحصل على هذا الشكل بهذه الطريقة. إذن هذا هو الشكل المزاح الذي تمت إزاحته. إذن هذا كل ما يتعلق بالتمرين الأول. ننتقل إلى التمرين الثاني وهو حول السعة وحدات قياس المساحة. إذا عندنا أحول إلى الوحدات المطلوبة. إذا عندنا هنايا الهكتار والديكامتر مربع والمتر مربع، وخصنا نحولو كل شيء للآر اللي هي وحدة زراعية. إذا هنا غنستعملو جدول التحويلات لكي يسهل علينا هذه التحويلات، والعملية ديال الجمع غنديروها في الجدول. إذا عندنا 2.59 هكتار، إذا 2 غنحطوها في الهكتار، والباقي غادي يجي من يعني في الآر، ولكن ما غنديروش الفاصلة، خصنا غير نحطو الأرقام بشكل صحيح، والفاصلة نخليوها حتى للأخير. 7859، إذا 9 غتكون في الديكامتر مربع. إذا هذا هو الديكامتر، إذا هنا غتجي 9 5 8 7.
32 متر مربع، إذا 2 غتجي في المتر مربع و3 كذلك. ودابا غادي نديرو عملية الجمع، نديرو عملية الجمع ومن بعد غادي نحولو كلشي للأر. إذا هتعطيني هنا 2، هنا 3، 18، احتفظ بواحد، 10، 11، احتفظ بواحد، 11، احتفظ بواحد، 8. إذا دابا أنا شنو عندي؟ خصني النتيجة خصها تكون بالآر. إذا غادي نقلب فين غادي نحط الفاصلة، إذا الفاصلة غادي تجي هنا. بالتالي النتيجة النهائية هي 8118.32 آر. إذا هذا بالنسبة للوحدات ديال المساحة. دابا عندنا التحويل في السعة، إذن هنا غنستعمل الجدول ديال السعة. إذن عندنا 45.8 ديكاليتر، إذن 5 الرقم ديال الوحدات غادي يجي في الديكاليتر، 45.8. الفاصلة غتجي هنا بلا ما نديروها حتى نحددوها من بعد في الليتر، 840 ديسيليتر، إذن الصفر غادي يجي في الديسيليتر، والربعة في الليتر، والثمانية في الديكاليتر. 3.869 هكتوليتر، إذن 3 غتكون في الهكتوليتر، 869. غادي نجمعو دابا، إذا غتعطينا هنا 9، 10، 18، احتفظو بواحد، 16، 21، 22، احتفظو بواحد، 8. دابا النتيجة خصنا تكون بالليتر، إذن هذا هو مكان الفاصل. واللي بغى يدير الفواصل من البداية ماشي مشكل، دونك صحيح. إذا هنايا جوج، إذا هنا 9، حيت عندنا 18، 8 و 8، 16، 21، 22، نكتبو جوج نحتفظو بجوج، 3 + 4، 7 + 2، 9. إذا غتعطينا 928.9. إذا ننتقل إلى التمرين الموالي، وهو في موضوع التناسبية. التناسبية شفنا ثلاثة ديال الدروس، واحد متعلق بالتناسبية يعني المفهوم ديالها، ومن بعد تناسبية السلم والسرعة، ومن بعد تناسبية النسبة المئوية. إذا هادشي جمعناه في هاد التمرين رقم 3. إذا التمرين الأول، من بين الجدولين التاليين حدد الجدول المتناسب ثم حدد معامل تناسبه. إذا هنايا باش يكون واحد الجدول متناسب يعني خصنا الأعداد كلها تكون في وضعية متناسبة. إذا هنا شنو غنديرو باش نلقاو معامل التناسب؟ غنقسمو 30، غادي نقسموها على 6. إذا نشوفو واش غتعطينا، 5. إذا هذا الرقم 5 اللي هو معامل التناسب خصو يحقق لنا هذا الجدول. إذا عندنا جوج احتمالات، إما غادي نستعملوه من بعد ما لقيناه غادي نضربو 7 × 5 35، 9 × 5 45، 12 × 5 60، أو لا غادي نمشيو كلهم نطبقو عليهم هاد القاعدة. إذا غنديرو 35 نقسموها على 7 تعطينا 5، إذا ها نفس المعامل التناسب. 45 مقسومة على 9 تعطينا 5، ثم 60 مقسومة على 12 كتعطينا 5. إذا هنا كيبان بأن هاد الجدول هو متناسب، ومعامل التناسب نتاعو هو هو 5. إذا في هذا الاتجاه غادي نضربو في 5، وفي هذا الاتجاه غادي نقسمو على 5. إذا هذا الجدول في وضعية متناسبة. نشوفو الجدول الثاني. إذا الجدول الثاني غنطبقو نفس القاعدة، ناخدو 32 غنقسموها على 8، إذا 32 مقسومة على 8 كتعطينا 4. إذا إلا كان هذا الجدول متناسب غادي يكون 4 هو معامل التناسب في هذا الاتجاه. إذا غادي نقسمو 40 على 4 على 10 تعطينا 4، أولا نضربو 10 في 4 كتعطينا 40. إذا لحد الآن مازال التناسب كاين حاصل، ولكن 15 إلا ضربناها في 4 كتعطينا 60 ماشي 61، وبالتالي هذا الجدول ليس في وضعية متناسبة. لماذا؟ لأن لو أنه كان في وضعية متناسبة غادي نضربو 5 15، إذا غنضربو في 4 غتعطينا 60. إذا هذا العدد، إذا الأرقام اللي متناسبة هي هذه،
هاد الارقام متناسبه، ولكن الا ضفنا لها هاد الارقام بجوج فالجدول غادي يولي في وضعيه غير متناسبه. اذا الجدول جوج في وضعيه غير متناسبه. اذا ننتقل الى التمرين الموالي. السؤال: اشترى رجل غسالة ب 3400 درهم، احسب ثمنها الاصلي اذا علمت انه استفاد من تخفيض نسبته 20%. اذا بما انه استفاد من هذا التخفيض ب 20%، اذا هنايا الثمن الاصلي شنو فاش كنقولوا تخفضت ب 20%، يعني الثمن الاجمالي مثلا هو هذا. اذا هذا القدر 20% هو اللي تحذف ليه. اذا 20% هو ثمن التخفيض، و 80% هو الثمن اللي بقى. اذا دابا هذا شحال كيمثل؟ كيمثل 80%. حنا ما نقدروش دابا نحسبوا، ما بغيناش نديروا عمليه معقده السنه الخامسه ابتدائي باش نحسبوا مبلغ التخفيض وعاد نزيدوا على هذا ونلقاو المبلغ الاجمالي. وبالتالي اذا شحال هذا القدر هذا شحال كيمثل؟ 3400 ديال الدرهم كتمثل 80%. اذا هذه كتمثل 80%، والثمن الاجمالي كيمثل 100%، هو اللي كنقلبوا عليه. اذا باش نلقاو هذا الثمن غادي نضربوا 100 في 3400 ونقسموا على 80. اذا 100 مضروبه في 3400 كلشي مقسوم على 80. اذا نديروا عمليه حسابيه، هي مقسومة على 80. إذا الثمن ديال الغسالة الأصلي هو 4250 درهم. إذا ننتقل إلى السؤال الموالي. تسير شاحنة بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، ما هي المسافة التي ستقطعها في مدة ساعتين؟ اذا هنايا عندنا جوج طرق نقدروا نستعملوا. نقدروا نستعملوا الطريقه ديال العلاقه الثلاثيه، اولا نستعملوا العلاقه ديال، اذا غادي نديروهم بجوج. العلاقه الثلاثيه شنو كتقول؟ عندنا 90 كيلومتر الشاحنه كتستغرق ساعه، هي العلاقه الثلاثيه اللي استعملنا هنا. عندنا المسافه التي ستقطعها، اذا عندنا جوج سوايع ونص، حنا بغينا شحال المسافه. اذا هذه الطريقه غنضربوا هذه في هذه على هذه، اذا غتعطينا 2.5 مضروبه في 90 مقسومه على 1. اذا غنديروا عمليه حسابيه بعد لحظات، ولكن شوفوا الطريقه الاخرى. الطريقه الاخرى هو كنعرفوا بان السرعه تساوي المسافه على الزمن. حنا علاش كنقلبوا؟ كنقلبوا على المسافه هي اللي ما عندناش. اذا شنو غادي تساوي المسافه؟ إذن المسافة كتساوي السرعة في الزمن. السرعة مضروبة في الزمن. السرعة عندنا هي هادي، هي عطاوها لنا تساوي 90 كيلومتر في الساعة، والزمن عندي هو 2.5 ساعة. إذن 2.5. إذن لاحظوا هنا نفس النتيجة، 2.5 في 90، 2.95. إذن النتيجة شنو هي؟ إذا نطبقوا القاعدة أن المسافة تساوي السرعة في الزمن. إذا تساوي 90 مضروبة في 2.5. إذا النتيجة غادي تكون هي 225 كيلومتر. إذا هذا بالنسبة للتمرين ديال التناسبية. إذا ننتقل إلى تمارين أخرى متعلقة بالمساحة والأسطوانة والمشور. إذا التمرين الرابع: أحسب مساحة هذه القطعة المعدنية، نأخذ بي كتساوي 3.14.
إذن هذه القطعة المعدنية تتكون من نش جوج أنصاف دوائر. إذن نصف دائرة داخلي، وعندنا نصف دائرة كبيرة. إذن هنايا باش نحسبوا حنا هذه المساحة المخدشة، غادي نحسبوا المساحة بنصف الدائرة الكبيرة، وغادي نقصوا منها نصف المساحة بنصف دائرة الصغيرة، وغادي نلقاو. إذن هذه هي الطريقة. إذن S تساوي إذن مساحة نصف دائرة كبيرة ناقص مساحة نصف دائرة صغيرة. إذن هنا نصف دائرة باش كنحسبو بالحقيقة كنقولو مساحة نصف قرص، قرص الحقيقة قرص وليس دائرة، لأن القرص هو اللي كنتكلمو على المساحة، الدائرة نتحدث عن المحيط. إذن نصف قرص صغير وكبير. إذن نصف القرص الكبير، إذن شحال عندنا الشعاع؟ الشعاع 6. إذن مساحة قرص هي 6 في بي، ولكن خصنا نقسمو على جوج. علاش؟ باش نلقاو نصف القرص. هذا نصف مساحة نصف القرص الكبير، غنقصو منه نصف القرص الصغير اللي الشعاع نتاعو 3. إذن 3 في 3 في بي، ونقسمو حتى هو على جوج. إذن غتعطينا 6 في 6 36، و الى قسمنا على جوج كتعطينا 18 في 3.14 ناقص 3 في 3 9، 9 الى قسمنا على جوج 4.5، و بي 3.14. اذا النتيجه النهائيه غادي تكون هي 42.39 سنتيمتر مربع، هي مساحه الجزء المخدش او القطعه المعدنيه. إذن ننتقل إلى التمرين الخامس. أحسب المساحة الكلية والجانبية لمتوازي المستطيلات ارتفاعه وطوله وعرضه. إذن هنايا متوازي المستطيلات هو على شكل، إذن غندير واحد الشكل هنايا، إذن هاد متوازي المستطيلات الطول ديالو ارتفاع نتاعو 7، والطول نتاعو 8، والعرض نتاعو 5. إذن حنا بغينا المساحة الجانبية، إذن غنسبقو من المساحة الجانبية. إذن المساحة الجانبية ماذا تساوي؟ هي المحيط ديال القاعدة في الارتفاع. إذن المحيط ديال القاعدة، عندنا المحيط عبارة عن مستطيل. إذن محيط المستطيل غادي يكون هو 8 زائد 5 مضروب في 2، هذا محيط المستطيل اللي في القاعدة، وغادي نضربوه في الارتفاع اللي هو 7. إذن هذه هي المساحة الجانبية، يعني 8 زائد 5 13، إذن 13 مضروبة في 2 مضروبة في 7، إذن هي 13 مضروبة في 14. إذن النتيجة النهائية، النتيجة النهائية غادي تكون هي، إذن النتيجة هي 182 سنتيمتر مربع، لأن المساحة الجانبية، نتحدث عن المساحة الجانبية. إذن هذا بالنسبة للمساحة الجانبية. دابا المساحة الكلية، المساحة الكلية عندما نتحدث عن المساحة الكلية، إذن هي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين. إذن عندنا المساحة الجانبية، دابا غادي ناخدو المساحة الجانبية اللي هي 182، وغادي نزيدو عليها مساحة المستطيلين، يعني مساحة هاد المستطيل وهاد المستطيل، يعني هي 2، ومساحة المستطيل 5 في 8، يعني هي 2 في 5 في 8. إذن هذه مساحة المستطيلين اللي هما القواعد ديال هاد المشور، زائد أو متوازي المستطيلات، زائد المساحة الجانبية اللي حسبناها قبل لحظات. إذن غتعطينا 182 زائد 5 في 8 40، 40 في 2 هي 80. إذن النتيجة هي، إذن النتيجة غادي تكون
62 سنتيمتر مربع هو المساحة الكلية. إذا ننتقل إلى السؤال الأخير. إذا أسطوانة قائمة ارتفاعها 9 سنتيمتر وشعاع قاعدتها 3. إذا أسطوانة، إذا الشعاع نتاعها 3 والارتفاع نتاعها 9 سنتيمتر بطبيعة. إذا مساحتها الجانبية، إذا المساحة الجانبية دائما كنحسبوا المحيط ديال القاعدة في الارتفاع. إذا محيط القاعدة، القاعدة عبارة عن دائرة، إذا دائرة شعاعها 3. إذا بغينا المحيط غادي نديرو جوج في 3 في بي، جوج في الشعاع في بي، وغادي وهذا الشيء غنضربوه في الارتفاع اللي هو 9. إذا غادي تعطينا جوج في 3 6، 6 في 3.14 في 9. إذا النتيجة النهائية غادي تكون هي، إذا 169.56 سنتيمتر مربع لأنها كذلك مساحة. إذا هذا كل ما يتعلق بهذا الفرض، نموذج واحد من مادة الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي.